السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقة على السيكاليم اللي يعني الشركات ولاو كيغشوا. أنا ماشي باغي ندير إشهار على يعني شركة على شركة، ولكن هاد السيكاليم هو اللي كنت كنستخدم شحال هادي يعني، وليت كنستخدم واحد السيكاليم أخر. هانتوما كما كتشوفوا معايا، هانتوما غنوريكم السيكاليم كيفاش داير. هو اللون ديالو باهت، هو مائل للابيض. هاد السيكاليم اللي كيكون مائل للابيض راه ما كانش هكا يعني. هاد الشركه هاد الشركه ديال العلف المغرب، انا ديما كنقول بلي انا ماشي باغي ندير اشهار لشركه وحده اخرى. هاد الشركه ديال فاس، هادي السيكاليم ديالها ماشي هو هذا اللي كان شحال هادي. اولا كنلقاو فيه الغبار بزاف، يعني ماشي قضيه ان يعني الخدامه ملي كيبغيو يحطوا ينقلوا يعني ما بين مدينه ومدينه كيبقاو كيلتخوا هما كما كلهم كيقول لك حقا الا كيبقاو هما. هانتوما شوفوا النسبه ديال الغبار اللي كاينه فيه، راه كاينه بزاف يعني. يعني الا جيت تقلبوا راه كاينه بزاف، يعني كيقول لك لا راه غير الخنشه ملي كنردخوها مع الارض راه كيتفرتس هذا السيكاليم كيتفرتس. لا انا راني مجرب هاد الحرفه، راه هذه 5 سنين وانا كنربي في الارانب. هذا السيكاليم هذا ماشي هو اللي كان شحال هادي. هانتوما ماشي على قضيه تفرتيت، ولكن حتى السيكاليم ماشي هو هذا اللي كان واحد السيكاليم يعني قهوي مائل الى السواد. هذا لا، هذا سيكاليم ابيض. هذا انا جربت انايا وبان لي الفرق ما بين ملي كنبدا نعلف كنحس ب ب ب ب يعني القناين ديالي ما بقاوش هما هذوك. حتى جبت واحد النوع من السيكاليم اخر كان وصلني عليه واحد السيد، ومشيت عند هذا السيد اللي كيجيب هذا النوع من السيكاليم ديال فاس، وقلت له لا راه هذا السيكاليم راه تبدل عليا ولات ما بقاش عندي السيكاليم هو هذاك. من بعد وصاني وصيت وقلت له راك واحد السيد راه اسمه كيجيب واحد السيكاليم ديال تماره. هاد السيكاليم هو هذا، هانتوما شوفوا الخنشه ديالو كيفاش داير. هذا سميتو قوت، فهمتي، سميتو قوت اللي يعني السميه ديال القوت. قوت هو بالفرنساويه سميتو قوت، هاد كاوت. هاد السيكاليم هانتوما غادي تشوفوا، هانتوما السيكاليم كيفاش داير. لاحظوا معايا هاد السيكاليم كيفاش داير، واش هو هذاك السيكاليم اللي وريتكم عاد دابا. اولا الحبه ديالو غليظه، ها انتم انا غنقارن لكم سيكاليم على سيكاليم. ها انتم شوفوا هذا، شوفوا الناس، شوفوا الغش ديال الشركات. شوفوا هذا شوف كيفاش داير مع هاد السيكاليم الاخر، شوف كيفاش داير. اولا قهوي، الريحه ديالو يعني غامقه، يعني كيبان لك بلي راه فيه مكونات بصح. هذا الريحه باهته بحال ما الله اعلم شنو راهم دايرين فيه. المهم انايا راني ماشي باغي نطيح من هاد الشركه، ولكن راه هاد الشركه ولات كتغش. هانتوما شوفوا اللون كيفاش مبدل. هانتوما اصلا هذا ما فيهش كاع تفرتيت. هانتوما والو، راني جربت الاخر ديال الخنشه ديالو راه ما فيهش تفرتيت. والمفاجاه الكبيره ان يعني كنظن بلي هاد الشركه بغات تطيح هاد الشركه الاخرى وصافي. المفاجاه الكبيره ان هاد السيكاليم رخص من هاد الخنشه، رخص من هاد الخنشه ب5 دراهم. يعني هادي كدير 95 درهم، هادي كدير 90 درهم. هانتوما قوت، راه دابا عيب الله كلهم راه دايره زعما دايره بوم في العالم ديال الارانب. كلشي تعاطى لهاد العلف. ها هو ديال قوت، هذا العلف كيجي من سماره. هذا قال لي، انا سولت السيد قال لي هذا كيجي من سماره. دابا سمو الفرق ما بين هاد العلف وهاد العلف. هاد الناس اللي هاد الشركه ديال فاس محسوبه على الوسط ديال المغرب، يعني المواد الاوليه غاليه. اما خوتنا في الصحراء، لان راه سماره هذا الشيء، راه سماره عندهم المواد الاوليه رخيصه. سمو قالوا غادي نخدموا، حيت هذه الشركه راه عاد جديده، راه ماشي شركه قديمه عادي الله ولات. قالوا غادي نخدموا واحد، وسبحان الله هذا النوع ديال السيكاليم راه هو اللي كانت كتخدموا هذه الشركه هذه. ومن بعد بداو كيغشوا الارانب، ما بقاوش كما هما هذوك الناس اللي حليفيه، راه بان لهم الفرق. واصلا هاد الشركه هادي يعني ديال السيكاليم ديال التسمين ديالها راه ما كيديرش المشكل، ولكن ما كيسمنش، ماشي شي تسمين هو هذاك. ولكن السيكاليم ديال 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 ديال, ديال, ديال الحليب، راني فايت درت واحد الحلقه سابقه انه كيحجر يعني
الصغار ديال الانام وكيموتوا مع المده كيموتوا كيولوا متحجرين كيولوا ما كي 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 لانه خمهم كتاكل كتعطيهم لان كاين ديال التسمين وكاين ديال الحليب. انا ملي عطيتهم ديال الحليب دار المشكل اصلا كاع. دابا هذا السيد هذا مابقاش كيجيب كاع ديال الحليب ولا كيجيب غير ديال التسمين. ها هو عاوتاني حتى ديال التسمين ها هو دار ولا فيه المشكل. هذا السي كريم هذا راه حتى الحبه ديالو غليظه، لاحظوا انه حبه غليظه. هانتوما ملي كنحيد ما كاينش التفرتيس، ما كيبقاش التفرتيس. راني جربت اخر الخنشه كله داير هكا. راه هذا هو السي كريم الاصلي. الاصلي هو كيكون قهوي مائل للسواد. اما السي كريم المائل البيوضه هكا كما كتشوفوا هانتوما خصكم تشوفوا مع الضوء وغادي يبان لكم. شوفوا كيفاش راه داير هذا. انا غادي ندير شويه من هنا وشويه من هنا وكاع ونوريكم. هانتوما هذا شو كي داير. هانتوما شوفوا هاد السي كريم كيفاش داير. شفتوا هذا هو السي كريم الاصلي. عقلوا على هاد الخنشه هادي خوتي. راني يعني هاد النصيحه راني كنعطيها لكم كاخ. الناس هادو ولاو كيغشوا ما عندنا ما نديرو. حنا خصنا نتبعوا نتفقوا بعضياتنا ونوحدوا هاد العلف والادويه وكل شيء. خص المواطن يعني اللي المربي ديال الانب يولي يهضر مع خوه المربي باش الا كان شي غش يتفقوا انهم ما يبقاوش يشريوا على واحد ويشريوا على الاخر. دابا هاد الشركه هادي راه عاد جديده. انا كنقول راه باغا تدير واحد الدفعه لانها مرخصه الثمن. 5 دراهم في الخنشه راه ما ساهلاش. راه كتبان سهله 5 دراهم كتبان لكم ماشي زعما ماشي بزاف ديال الفلوس، ولكن راه الناس اللي كيفهموا وعندهم التجارب وعندهم القطيع بزاف ديال الارانب راهم كيعرفوا هاد 5 دراهم سمويه. خاصكم تعرف تضربوا الحساب الترونسبور، ضربوا الحساب بزاف ديال الحوايج. انا هاد الخنشه كنت ناوي كاع يعني يجيبها لي شي واحد من شي مدينه اخرى. ومنين قلتها لهذا السيد اللي كيدير هاد النوع من السيكاليم ها هو جابها لي. سميتها قوت، راه ديال سماره. كاينه واحده اخرى ديال الساحل حتى هي عاديه. والمفاجاه الكبيره انه قال لي هذه راه ماشي دايرين بحال هادو فيهم سمانه بوحدها والحليب بوحدو. لا هذه راه كتصلح سمانه وحليب. هاد راه سمانه وحليب. يعني انا جربت هذا دابا واحد المده راها فعاله، راها مخيره احسن من هاد الشركه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هاد النهار. حداو راسكم. حنا الفلوس كنحطوها كنبغيو نحطوها في شي حوايج اللي مفيده، ماشي نحطوها في واحد الحوايج اللي واحد يعني واحد الشركه تبقى تضحك علينا. لا، هاد الشركه هادي راها ما بقاتش خدامه، ما صالحاش هاد الشركه ان شاء الله. الا كملت راه بهاد المواصفات بصح، بهاد المواصفات اللي راه داير اللي دايره دابا راها سي كريم مخير. وغادي تشوفوا نتوما الفرق ملي غادي تعطيوه الارانب ديالكم. اذا الى اللقاء في الحلقه المقبله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. مرحبا بتعاليقكم الطيبه، شكرا جزيلا، واشركم مبروكه، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.